في جامع كان له إمام، وأوصى قبل موته إذا مات أن يقروه أمام قبلة الجامع، هل يصح هذا؟ هذه الوصية باطلة، أنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها، فهذه وصية باطلة، ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس. أما الدفن في المساجد هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، أن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل لأصحاب هذه القبور، ويعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون، وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من فعل عبدة الأوثان ومن فعل المشركين، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يجب أن تكون المساجد لله عز وجل خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو واجب المسلمين. الله الموفق.